السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من جرائد نبدأها بأبرز العناوين. في الوطن القطرية، الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني لا أستبعد هبوط العربي. في العرب القطرية، صراع الهبوط يشتعل بين 6 أندية. في الراية القطرية، السباعي وضع الإخريطيات طير النوم من عيني. في الشرق القطرية، الأندية تصرخ ديوننا تراكمت ومشاكلنا تضاعفت. في الجريدة الكويتية، عصى طلال الفهد في دولاب رفع الإيقاف من جديد. في فوتبول العراقية، وزير الشباب والرياضة سأقود حملة الإصلاح لتغيير الواقع المرير. في المنتخب المغربي، وفد المغرب 2026 التقى رئيس الفيفا. في الشروق الجزائرية، صلاطني صراعات زطشي وروراوة سبب تراجع كرتنا. في ليكيب الفرنسية، هل يدافع بولت عن الواني سان داونز الجنوب أفريقي؟ في آس الإسبانية، دي ماريا يعوض نيمار أمام ريال مدريد. في مترو الإنجليزية، 200 مليون جنيها ثمن انتقال هازارد من تشيلسي. إذن كانت هذه قراءة سريعة لأبرز ما طلعتنا به صحف اليوم. تفاصيل هذه العناوين وغيرها يأتيكم بعد قليل، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم من جديد، نبدأ حلقة جرائد بجولة على الصحف القطرية، ونفتح بداية الملحق الرياضي لجريدة العرب، وإليكم هذه الصفحة. قبل 4 جولات من خط النهاية، صراع الهبوط يشتعل بين 6 أندية. الإخريطيات والمرخية الأقرب للدرجة الثانية، الأهلي في دائرة الخطر والمربع الذهبي معا. في نفس الإطار وعن نتائج الجولة 18 لدوري كيو ام بي، نتابع عناوين التقرير التالي من العرب. 18 جولة الإصرار وتحقيق الانتصار، عبور سهل للدحيل وساحق للسد ورهيب للريان. بولانت يدفع ثمن التنظيم الدفاعي المرتبك. الأهلي يرتكب الأخطاء أمام هجوم لا يرحم، وخلفان جوهرة الملاعب بدأ بالعودة وإيقافه صعب. نقلب في صحيفة العرب وخبر جديد من صفحة جديدة. بطولة العالم لكرة اليد المدرسية اليوم، الكشف عن طرفي النهائي للأولاد والبنات. عبد الرحمن المفتاح، اقتربنا من تحقيق هدفنا الكبير. يوسف كان رئيس الوفد التركي، التفوق القطري في التنظيم ليس غريبا. من صحيفة العرب ننتقل إلى الوطن لنتابع أبرز ما نشرته في عددها الصادر اليوم. بمشاركة أفضل المنتخبات في مختلف القارات اليوم، انطلاق بطولة النخبة العالمية للسنوكر. مبارك الخيرين رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر، نفصل السياسة عن الرياضة والدليل مشاركة 1 دول الحصار. ويعقوب فخرو عضو مجلس إدارة الاتحاد القطري، سعداء باستضافة النسخة الأولى. من السنوكر إلى البولينج، ودائما في ضيافة دوحة الخير، والتفاصيل من جريدة الوطن نتابع. في نسختها 17 وبمشاركة لاعبين من 6 دول، اليوم كأس الأمير للبولينج على خط الانطلاق. وفي نفس الصفحة أيضا نقرأ، بعد الفوز على الفريق الياباني في المباراة النهائية بلندن، المهندي يتوج أبطال الصين بلقب بطولة العالم لكرة الطاولة. رئيس الاتحاد القطري، أنظار العالم ستتجه للدوحة لمتابعة صراع المصنفين الأوائل.
الصحف في قطر رصدت ما كشفه رئيس نادي الغرافة لبرنامج الرياضة في تلفزيون قطر ونشرت أبرز التصريحات ومنها جريدة الوطن. نتابع ماذا نشرت. الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني رئيس الغرافة لبرنامج رياضة: لا أستبعد هبوط العربي، الغرافة سيكون من ضمن الفرق الأربع المنافسة. أجيال ظهرت واختفت كباقي الأندية، والآن نعمل على ظهور جيل جديد، ما يملكه الدحيل من أوراق أكثر من السد في المنافسة على الدرع. نغلق الوطن ونفتح الملحق الرياضي لجريدة الراية ونتابع منها الحوار التالي. ياسر السباعي مدرب الفريق يؤكد في حوار خاص للراية الرياضية: وضع الإخريطيات طير النوم من عيني، خسارة العربي أدخلتنا نفقا مظلما والأمور زادت صعوبة، لن نتحمل أي هزيمة ومباراة الأهلي حياة أو موت بالنسبة لنا، لن نستسلم وسنظل نكافح حتى آخر ثانية في المنافسة. حوار آخر من جريدة الراية مع الكوري نام تاي هي محترف الدحيل: النجم الكوري قال: السد بوابتنا لمنصة التتويج بالدوري، وجاهزون للقمة وسنواصل أفضل الفرق في الوقت الحالي. عقدي مع الدحيل ينتهي الموسم القادم ولا أفكر حاليا في الرحيل، نقاط المباراة شبه حاسمة وكل شيء وارد في عالم الكرة، الدحيل قادر على الفوز بأبطال آسيا ويجب ألا نفوت الفرصة. في الصفحة التالية من ملحق الراية الرياضي نتابع عناوين التقرير التالي: استفاد من الاستنفار الجماهيري وحقق المهم والجاي أهم، العربي عاد في أفضل معاد. إلى يسار الصفحة عنوان آخر يقول: الإخريطيات دخل دوامة كل موسم، والتفاصيل نتابعها في السطور التالية. من حق عشاق الإخريطيات أن يحزنوا كثيرا للخسارة الأخيرة التي تعرض لها أمام العربي، ليس فقط بسبب الأداء المتوسط الذي قدمه الفريق، ولا حتى لأن الفريق أهدر فرصا بالجملة لإدراك التعادل على أقل تقدير، ولكن لأن هذه الخسارة جاءت أولا أمام أحد أبرز المنافسين المباشرين في المؤخرة، فضلا عن أنها أجبرت الفريق على العودة إلى المركز قبل الأخير المؤهل للمباراة الفاصلة مع وصيف دوري الدرجة الثانية. والآن وبعد هذه الخسارة فإن معدلات التشاؤم بدأت تظهر بوضوح في الفريق، ليس فقط بسبب هذه الخسارة، ولكن أيضا لأن الإخريطيات تنتظره مباريات صعبة جدا في الجولات الأربع الأخيرة. ما زلنا مع صحيفة الراية ونتابع منها أيضا على هذه الصفحة: الفارس سلمين السويدي المتوج في أغلب بطولات قفز الحواجز: الفوز بسيف صاحب السمو إنجاز كبير لي، جاهز للمشاركة الدولية وغيابي عن إهذاب لظروف خاصة، شاركت بحصان عمره 18 عاما وحققت أغلى فوز في مسيرتي. توجه بالشكر للرعاة حمد العطية: بطولة سيف صاحب السمو حققت نجاحات كبيرة. ننتقل إلى الصفحة الأخيرة من ملحق الراية الرياضية التي حملت هذا الخبر: الإعلامية الروسية تينا كاندلاكي تؤكد في مقال لها بصحيفة بيزنس جازيتا: تحضيرات قطر للمونديال مثل ساعة بيج بن، كل شيء في الدوحة يبنى بشفافية ولا تصدق الشفافية لا تصدق، والشعب القطري متقدم جدا، العمل يتم بهدوء وبشكل رائع ومنظم، وملاعب كأس العالم تحفة فنية. قطر بعد مونديال 2022 ستكون رائدة ووجهة لتدفق السياح في المنطقة، كل شيء هو مجرد بداية وسيأتي الناس لرؤية العجائب التي تبنيها قطر. ما زلنا مع صحف الصادرة من الدوحة وننتقل الآن إلى الشرق ونقرأ منها: طائرة الريان تنتظر التكريم المناسب والآمال في الوصول للمونديال، بطل العرب عينه على كأس آسيا، ضرورة دعم من رهيب والاستعانة بمحترفين جدد. المشرف العام: الظروف المادية تعرقل معسكر الآسيوية. بالحديث عن الظروف المادية نتابع من الشرق أيضا حالة بعض الأندية القطرية ومشاكل ديونها ومستحقاتها على هذه الصفحة.
بسبب تأخر الدعم الأندية تصرخ ديوننا تراكمت ومشاكلنا تضاعفت، مواعيد استحقاقات الدعم تحولت لمعاناة دائمة، لدينا مشاكل كثيرة مع الديانة، مطالبة الوزارة وكيو اس ال بالحرص على مصلحة الأندية، المشاريع التجارية لا تغطي التزامات الأندية، الشركات والفنادق وملاك العقارات يرفضون التعامل معنا. الشيخ حمد بن ناصر رئيس نادي أم صلال أطالب بجدولة الدعم. كيو اس ال يحجزون الدعم المالي. خليفة بن ثامر، بعض الأندية لا تملك حق بترول السيارات. عبد الله حامد الملا، مشاكلنا يومية مع الديانة. في تصريح حصري لصحيفة الشرق، محمد الخياط بعد تتويجه ملكا للدرافت 2018 قال: فخور بتمثيل قطر في بطولة الشرق الأوسط، هدفي رفع راية الأدعم بالصعود لمنصة التتويج. وأضاف: نحن القطريون نقبل التحدي ومطوعين الصعايد. نختم قراءتنا للصحف القطرية من استاد الدوحة ونتابع فيها هذا الحوار مع أحد نجوم الغرافة. لاعب وسط الفهود عبد العزيز حاتم: علينا أن نوازن بين الاستحقاق القاري والمربع، نقاط المرخية كانت في المتناول وأضعناها بأنفسنا، خلال 10 أيام سنكون أمام مواجهتين قويتين، الفريق تطور وبلوغ المربع ما زال ممكنا، شنايدر والصفقات الجديدة إضافة كبيرة. ننتقل إلى الصحف الصادرة في الكويت ونتابع من صحيفة الجريدة هذا التقرير. عصى طلال الفهد في دولاب رفع الإيقاف من جديد، قدم شكوى إلى كاس ضد قرار فيفا إبعاد اتحاده وتشكيل لجنة تسوية. بقلم عبد الكريم الشمالي الذي تحدث عن تهديد الكرة الكويتية من جديد بالإيقاف الدولي نتيجة لجوء رئيس اتحاد الكرة السابق الشيخ طلال الفهد إلى المحكمة الرياضية الدولية كاس ليعود مجددا إلى محاولات وضع العصا في دولاب الإيقاف. نتابع. لجوء طلال الفهد إلى محكمة كاس يجعل كل الاحتمالات واردة وبقوة، فإما أن يتم رفض شكواه وبالتالي إغلاق هذا الملف إلى غير رجعة، أو قبول الشكوى وبالتالي تصدير الإحراج إلى الحكومة الكويتية أولا ثم الفيفا، وهو ما يعني في النهاية إما تنفيذ قرار كاس بعودته واتحاده الذي طرحت العمومية فيه الثقة، أو تعليق نشاط الكرة الكويتية على المستوى الخارجي مجددا، وهو ما يطرح سؤالا في غاية الأهمية مفاده: من يعمل على تعليق النشاط مع كل أزمة لمواصلة ضغوطه بغية تحقيق أهدافه ومآربه الشخصية؟ ومن الذي يعمل على رفع تعليق النشاط؟ والإجابة عن هذا السؤال لا تبدو صعبة على الإطلاق، خصوصا أن الكرة الآن باتت حرة طليقة بعد تضافر الجهود الحكومية ومجلس الأمة ورجالات الكويت في إعادتها إلى الساحة الدولية. مستمرون مع الصحافة الكويتية وهذه المرة من صحيفة الراي ونطالع منها. العدواني لا يستبعد إلا الكويت من الهبوط. رغبة الفوز أصبحت راسخة في تفكير اللاعبين وباتوا يحلمون في تحقيق لقب وليس فقط في المنافسة واحتلال مراكز متقدمة. ظهر العدواني مدرب فريق النصر لم يستبعد أي فريق في الدوري الكويتي لكرة القدم من احتمالية الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى باستثناء فريق الكويت، معتمدا في ذلك على تقارب المستوى الذي تعيشه المسابقة منذ انطلاق القسم الأول. نذهب إلى عمان ونتابع ما كتبته صحيفة عمان اليوم حول منافسات كأس الاتحاد الآسيوي ومشاركة نادي ظفار ضمن منافسات كأس الاتحاد الآسيوي. ظفار في مهمة تصحيح المسار والعودة المظفرة أمام الوحدة السوري. حسام الدين مدرب ظفار: مباراة مهمة وطموحنا نقاط المباراة. إلى صفحة أخرى من جريدة عمان نتابع هذا الحوار مع وليد الكردي وكانت هذه أبرز عناوينه. مستشار الاتحاد العربي لكرة القدم وليد الكردي: الكرة العمانية تسير بخطى ثابتة وصحيحة وستصل يوما للعالمية. تطور الكرة العربية مرهون بالإمكانيات المتوفرة وتطبيق الاحتراف الصحيح. بطولة الخليج لكرة القدم تؤدي دورها كاملا.
نقلب في صفحات الملحق الرياضي لجريدة عمان ونصل إلى الصفحة الأخيرة ونتابع منها هذا المقال الذي جاء عنوانه كالتالي. على يسار الصفحة: أخطاء الاتحاد، بقلم ناصر درويش، والذي تحدث عن اعتراض بعض الأندية من طول فترة توقف الدوري للمشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي. نتابع. بما أن ظفار وتسويق يشاركان في كأس الاتحاد الآسيوي وعندهما راحة تامة في تجهيز نفسيهما من أجل مشاركة مشرفة، ظهر من يتحدث عن التوقف الطويل للدوري. وعندما تستعد أندية بعينها لخوض منافسات المربع الذهبي للكأس ذهابا وإيابا، فإن هذه الأندية من حقها الطبيعي والشرعي أن تستعد لهذه المناسبة. والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان: لو أن الذين يتحدثون الآن عن وضع الدوري أنديتهم تشارك آسيويا أو متواجدة في المربع الذهبي للكأس، هل سيكون لديها نفس التوجه ونفس الاتهامات؟ أخطأ الاتحاد عندما لم يطبق لوائحه، وهناك إقرار من الأندية بالالتزام الدائم بالأنظمة الأساسية واللوائح وضمان احترامها من كافة الأعضاء والنادي والمسؤولين واللاعبين فيه. إلى الصحافة العراقية، ومعنا اليوم صحيفة فوتبول التي انفردت بهذا الحوار المطول مع وزير الشباب والرياضة العراقي، وكانت أبرز عناوينه كالتالي: كاشفا عن مسألة استمراره بالولاية الثانية، وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان في حوار مثير مع فوتبول: سأقود حملة الإصلاح لتغيير الواقع المرير. إلى الأردن، ونقرأ من صحيفة الدستور ماذا كتبت عن مشاركة الأندية الأردنية في كأس الاتحاد الآسيوي. الجزيرة: يتخطى المالكية البحريني بهدف التعمري. وعنوان آخر يقول: الفيصلي يطمع بنقاط الأنصار اللبناني والصدارة. من الأردن إلى لبنان، ونفتح صحيفة المستقبل ونتابع منها هذا التقرير: فوز السلام زغرتا على النجمة 3-1 في المرداشية. سقوط العهد والنجمة في فخ بحمدون والمرداشية يشعل المنافسة. التقرير تناول نتائج الجولة 18 للدوري اللبناني وتفريط فريق النجمة في فرصة اعتلاء القمة بخسارته أمام السلام زغرتا دون أن يستغل تعادل المتصدر فريق العهد أمام الإخاء الأهلي. إلى المغرب، وآخر أخبار الترويج لملف المغرب لاستضافة مونديال 2026، نقرأ من صحيفة المنتخب: وفد المغرب 2026 التقى رئيس الفيفا. في تفاصيل، قالت الصحيفة إن وفد المغرب 2026 الذي تواجد في الجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم واصل الترويج لملف المغرب وعقد العديد من اللقاءات، وكان أبرزها مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. ويضم الوفد المغربي فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي وكريمة بن يعيش سفيرة المغرب البرتغال ونوال المتوكل نائبة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية سابقا. نختم جولتنا العربية من الجزائر وما نشرته جريدة الشروق عن أسباب تراجع الكرة الجزائرية من خلال الحوار مع أحد نجوم المنتخب السابقين. الدولي السابق مراد طلاطني للشروق: صراعات زطشي وروراوة سبب تراجع كرتنا. هذه هي الصفحة مشاهدينا. وما جر أحسن من ليكانس والكراز وراي فاتيش. رئيس كينيا منح لي تذكرة السفر والإقامة لحضور مونديال البرازيل 2014. عمروش مدرب كبير وهو قادر على تدريب الخضر. جولتنا على شارع الصحافة العالمية نستهلها من فرنسا وتحديدا من لو باريزيان، ونتابع منها هذه الصفحة: إصابة كومان قد تحرمه من المشاركة في كأس العالم. تقول الصحيفة الفرنسية واسعة الانتشار إن النجم الصاعد في منتخب الديوك خضع لعملية جراحية في الكاحل، مشيرة إلى أن علاجه قد يستغرق مدة لا تقل عن شهرين. وبحسب لو باريزيان فإن اللاعب سيغيب عن بايرن ميونخ في الفترة المقبلة، مرجحة أيضا غيابه عن مونديال روسيا.
إلى ليكيب الفرنسية التي سلطت الضوء على خبر تحول الأسطورة أوسين بولت إلى الساحرة المستديرة. نتابع من ليكيب هذه الصفحة. الجريدة تساءلت هل يدافع أوسين بولت عن ألواني سان دونز الجنوب أفريقي؟ وفق مصادر موثوقة تقول ليكيب إن بولت الذي قرر ممارسة كرة القدم كلاعب محترف اختار نادي سان دونز الجنوب أفريقي الذي سبق للجامايكي أن تدرب في صفوفه. بولت من جهته أكد أنه وقع عقدا مع أحد الأندية لكنه لم يفصح عن هوية النادي الذي سيلعب له بعد أن اعتزل أم الألعاب. نواصل تصفح جريدة ليكيب التي تناولت أيضا الحدث الأبرز المتمثل بإصابة نيمار وتداعياتها على الفريق الباريسي. نتابع تشخيص إصابة نيمار التواء في الجانبين الداخلي والخارجي في الكاحل. ليكيب نشرت نتيجة التشخيص التي تعرض لها اللاعب، ووفقا للجهاز الطبي فإن نيمار سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع، وثمة تأكيدات بأنه لن يخوض لقاء الإياب أمام ريال مدريد في 6 مارس المقبل في حديقة الأمراء. ننتقل إلى الصحف الإسبانية ونستطلع هذا التقرير من صحيفة آس تحت هذا العنوان. أنخيل دي ماريا يعوض نيمار أمام ريال مدريد. آس قالت إن الأرجنتيني أنخيل دي ماريا سيكون أساسيا في تشكيلة النادي الباريسي لتعويض غياب نيمار المصاب أمام ريال مدريد في مباراة الإياب في مسابقة دوري الأبطال. آس أشارت في هذا الصدد إلى أن المدرب أوناي إيمري أمام خيارات محدودة جدا للتعامل مع الواقع الجديد بعد إصابة النجم البرازيلي. نتحول من الصحف الإسبانية إلى الصحف الإنجليزية والبداية من مترو. 200 مليون جنيها ثمن انتقال هازارد إلى أو من تشيلسي. الصحيفة الإنجليزية أكدت أن نادي البلوز لن يقبل بأقل من صفقة قياسية لانتقال نجمه البلجيكي أيدن هازارد إلى ريال مدريد الإسباني. مترو لفتت إلى أن العرض الذي سيقبل به النادي اللندني لن يقل عن 200 مليون جنيها، ومؤكدة في نفس الوقت أن التعاقد مع هازارد يعتبر على رأس أولويات المدرب زين الدين زيدان الصيف المقبل. في الصحف الإنجليزية أيضا نرصد البدائل التي طرحتها صحيفة الديلي إكسبرس للمدرب أرسن فينجر على رأس أرسنال. نتابع أربعة أسماء لخلافة فينجر في أرسنال. بحسب الصحيفة يتصدر يواشيم لوف مدرب المنتخب الألماني الحالي، وليوناردو جارديم مدرب موناكو، وبراندون روجرز مدرب ليفربول الأسبق، ومايكل أرتيتا مساعد غوارديولا قائمة الأسماء المرشحة لخلافة فينجر لقيادة المدفعجية. تقرير الديلي إكسبرس لم يستبعد أيضا فتح باب المفاوضات مع المدرب الإيطالي كارلو إنشيلوتي. الصحيفة أشارت إلى أن ملف الخلافة فتح جديا بعد الخسارة القاسية التي تلقاها أرسنال في نهائي كأس الرابطة أمام السيتي. محطة جرائد في الصحف العالمية ستتوقف عند الصحف الإيطالية تحديدا توتو سبورت التي سوف نقرأ منها هذه الصفحة. برناندسكي أحلم بالفوز بدوري الأبطال وكأس العالم. نجم يوفنتوس فيدريكو برناردسكي كشف عن أحلامه للصحيفة الإيطالية عندما قال إن حلمه كان يتمثل بتقليد نجم اليوفي السابق أليساندرو ديل بيرو وأسطورة نادي روما فرانشيسكو توتي. أما الحلم الأكبر فهو الفوز بدوري الأبطال وفي يوم ما كأس العالم. برناردسكي اللاعب الإيطالي من أصول أرجنتينية سيعمل جاهدا على تحقيق حلمه الأول مع السيدة العجوز بإحراز لقب دوري الأبطال، لأنه يعلم تماما أن حلم تحقيق المونديال سيكون بعيد المنال الصيف المقبل بعد فشل إيطاليا بالتأهيل أو التأهل إلى روسيا. مشاهدينا نلقاكم غدا في حلقة جديدة من جرائد. شكرا للمتابعة ودمتم في رعاية الله.